السلام عليكم، معكم حسنة الهرود، رئيسة تعاونية موكادور الصبيرة لإنتاج وتسويق زيت الأركان. تقريبا تعاونية أسست في 2007. كنا تقريبا 11 عضوة. حاولنا أننا فعلا نشتغلوا على نفسنا، حاولنا أننا نطوروا من مجهودات ديالنا كنساء قرويات، من خلال الحصول على بزاف ديال الشواهد اشتغلنا عليهم، بينهم الشهاده ديال السلامه الصحيه للمنتوج الغذائي. حصلنا كذلك على لاغريمون ديال ليكسبورطاسيون، حصلنا على لي جي بي انديكاسيون جيوغرافيك بروتيجي. هادو حاولنا اننا نشتغلوا عليهم باش هاد النساء يحسنوا من الظروف ديالهم، اننا التعاونيه ديالنا تزيد تكبر. وفعلا الحمد لله حققنا هاد الشواهد اللي من خلالهم استطعنا أننا نشاركوا في عدة معارض وطنية ودولية. في 2018، في 2017، 2020 شاركنا في معرض ديال جرين ويك بألمانيا، معرض الفلاحي. كذلك شاركنا في البرتغال، شاركنا في روسيا، بزاف المعارض. كلشي هذا الشيء كيرجع لوزارة الفلاحة اللي ساندتنا وتعاونت معنا باش نبينوا الكفاءة ديالنا. والحمد لله زعما كانت عندنا تجربة، كانت في الأول بسيطة، ومن خلال تضافر مجهودات ديال هاد النساء ولات تجربة الحمد لله كبيرة. ولينا الحمد لله كنسوقوا المنتوج ديالنا، ولينا تنتمنوا المنتوج ديال زيت الأركان في واحد الظروف اللي زوينة. ولينا ما بقيناش كنخدموا بطريقة تقليدية، يعني حسنا من الوضعية ديالنا، ولينا تنخدمو بطريقة عصرية. ولينا أننا ما بيناش زعما، حاولنا أن ديك المرأة القروية تعطاها واحد قيمة مضافة، أنها تولي عندها واحد المدخول قار زعما مدخول قار للحياة ديالها. وفعلا الحمد لله حققنا كنساء ديال الإقليم أوناغا حددرا، النساء ديال اللي تابعين إقليم الصويرة، اننا فعلا الحمد لله حققنا بزاف ديال الاهداف، ومازال ان شاء الله بغينا نوصلوا بزاف ديال الاهداف. غير منين جات الجائحه ديال الكورونا فعلا هرستنا شويه، اننا ما بقاش عندنا دوك الاهداف اللي كنا زعما كنا مسطرين اننا نوصلوا لهم، ان دوك البرامج اللي كنا دايرين على اننا واحد سنوات اننا نوصلوا لهم. من بعد فجات الجائحه ما يعني تهرست فينا بزاف ديال الحوايج، ولكن رغم ذلك يعني كنساء ديال المنطقة حاولنا أننا ما نستسلموش للجائحة، وحاولنا أننا نزيدو نشتغلو واخا كانوا ظروف زعما شوية مادية صعيبة. يعني ما بقوش عندنا الزبناء ديالنا، راكم عرفتوا دابا مع الجائحة أثرت على العالم كامل، ولكن دابا حاليا راه الحمد لله ولينا عاودنا خدينا نفس آخر باش إن شاء الله نزيدو نشتغلو على روسنا، ونزيدو أننا عنا في أفق 2026 أننا بنحاولو نوصلو. حاليا وصلنا حنا كتعاونية موكادور، كنا 11 عضوة، حاليا دابا اللي معانا في لاكوبيغاتيف 40 عضوة، واللي خدامين معانا 200 مرأة.
كلهم حاولنا ان التعاونيات موكادور دير فروع ديالها، فروع ديالها في الدوابر. دوك العيالات اللي ما كيقدروش يجوا لا كوبيراتيف كيخدموا في الدوار ديالهم، وحاولنا اننا ندي لهم الماده الاوليه نوصلوها لهم تين عندهم. ودرنا مراكز تهريس، هاد المراكز تابعة لينا حنايا، وهاد النساء كيشتغلوا تما في الدوابر بحكم عندهم ظروف ديالهم قاهره، ما كاين اللي ما خلاهاش راجلها تجي تخدم في لا كوبيراتيف، وكاين اللي الدوار بعيد من التعاونيه بتقريبا ب 14 كيلومتر، ما غاديش تقدر هي تبقى غاده جايه. قلنا حنا نخلقوا لهم فرص عمل تمايا، تيشتغلوا تما في الدوار وتيشتغلوا. ودابا ان شاء الله كنراهنوا باش ندخلوهم معنا للتعاونيه، يكونوا معنا اعضاء في لا كوبيراتيف، باش ان شاء الله كلشي هاد النساء ديال المنطقه اللي تيعانوا من الهشاشه ومن الفقر بغينا ان شاء الله نساندوهم ونوقفوا معاهم. ولكن بغينا ان شاء الله حتى التعاونيه ديالنا تزيد تكبر، باش ما كتكبر وتا حنا راه كنزيدو نكبروا معنا ناس اللي كيخدموا معنا. حنا كبدايه في التعاونيه كنا كنشتغلوا غير على زيت الارغان ديال الرحى، وكنشتغلوا زيت ارغان كنا كنديروا تجميل في الرحى حتى هو، ما كانوش ديك الساعات عندنا الالات ديال استخراج زيت الارغان. ولكن حاليا من بعد فاش حصلنا على الشواهد ديال الجوده والشواهد ديال التصدير، شهاده ديال بيو ايكوسير وداكشي، قالك لا ما يمكنش لكم تخدموا بطريقه تقليديه، منين ولاو عندنا التجهيزات والالات دابا حاليا كنشتغلوا زيت الارغان ديال الماكله بطريقه تقليديه وبطريقه عصريه، وكنشتغلوا بزيت الارغان ديال التجميل بطريقه عصريه بلينورم ديالو بلولو ديالو بالتراسابيليتي ديالو. يعني ما يمكنش حيت درنا تكوينات ودرنا عندنا واحد، وبحكم الشواهد اللي عندنا ديال لونصا وديال لي جي بي كيعطيونا يعني معايير باش نخدموا بهم هاد الزيوت. كنخدموا بزيت الارغان الجميل، وكنديروا الصابون كنصنعوا عندنا في لا كوبيراتيف، والمشتقات ديال زيت الارغان عندنا مثلا الشامبوان الكريم شي كلشي كنخدموا عليه. دابا حاليا زيت الارغان ارتفع في الثمن تقريبا بحال قلتي ضاعف الثمن. كنا قبل كنبيعوا زيت الارغان 250 درهم، دابا ارغان وصل حاليا 450 درهم حتى 500 درهم. السبب كاين مشكل ديال الجفاف، حيت دابا سنوات حنا كنعرفوا ارغان كان سنوات هذه، واخا كيكون الجفاف ما تيضرش، ولكن بحكم هاد السنوات اللي جات متتاليه ديال الجفاف الشجره صافي ولات ما تلاتش قادره تصبر على الجفاف بزاف، ولات الشجره ما كتعطيش الثمره ديال الارغان، الشجره كتبان لك جافه. هذا حكم الجفاف، يعني الماده الاوليه ما كايناش. حكم كذلك كاين اش غنقول لك احتكار ديال السوق، يعني داك الشيء اللي كيكون في السوق كلشي كياخذوا. كلا 450 كوسميتي كنبيعوه حنا ب 600 درهم بزاف. اللي كيتمشاو عندنا املو كيخرج عندنا مزيان. عندنا زيت ارغان، خدينا الميداليه الذهبيه في املو، خدينا الميداليه الفضيه في زيت ارغان ديال الاكل، هذا في الكونكور ديغوستاسيون اللي دار في معرض مكناس، وبحكم هذوك الشواهد حتى هما زادوا عطاو واحد الاقبال على المنتوج ديالنا. كنا قبل كنا كنديروا تصدير لزيت ارغان ديال الجميل وزيت ارغان ولي برودوي، ولكن بحكم الجائحه هذوك الناس اللي كنا خدامين معاهم حتى هما سدوا، ما بقاش عندهم زبناء ديالهم، ولينا عندنا التجاره الداخليه، يعني تنخدموا غير مع الناس ديالنا ديال المغرب. بالنسبه لزيت ارغان ديال الاكل، الفوائد ديالو انه عنده بزاف ديال المزايا، كيصلح مثلا الكوليسترول، كيهبط الكوليسترول مزيان، في غني بفيتامين او، في اوميغا 3 اوميغا 6، كياخذوه الناس. احنا بحكم التجربه، احنا ماشي طبا، ولكن الناس هما كيقول لك اودي كناخذوا زيت ارغان بالنسبه للناس اللي عندهم القلب مزيان، لهم زيت ارغان ديال الماكله قال لك مزيان دوك الشرايين ديال القلب. كياخذوه كذلك الناس اللي ديابيتيك حتى هو مزيان لهم. وارغان كوزميتيك ديال الجميل حتى هو غني بفيتامين او، اول حاجه كياخذوه الكليان زبناء على قبل تجاعيد الوجه والشعر، مزيان تساقط الشعر، مزيان كذلك الجسم، يعني مزيان الكزيما، عنده بزاف د المزايا، وما فيهش دي برودوي شيميك، ما فيهش مواد حافظه، تبقى زيت بيولوجي طبيعي 100%. وكاين لي برودوي بحال الصابون كيصلح للحبوب، كاين الشامبوان زوين لقشره الشعر، زوين لجلده الشعر، يعني كلهم هادو دي برودوي لي حاجه طبيعيه وما فيهمش دي برودوي شيميك. حنا كتعاونيه موكادور صراحه حنا قبل الجائحه
التعاونيه ديالنا استفدت من دعم ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، هما اللي بنوا لنا المقر. استفدنا من مخطط المغرب الاخضر، استفدنا يعني مخطط الاخضر، استفدنا من برنامج المخطط الاخضر من خلال دعم تعاونيه بالاليات والتجهيزات، كذلك المشاركه بالمعارض الدوليه والوطنيه، وهذا يعني كان واحد انطلاقه قويه للتعاونيه ديالنا. ولكن حاليا من بعد الجائحه صراحه كلشي تعاونيه تضرروا، وما كانتش صراحه لحد الان ما كاينش التفاته التعاونيات في الظروف الراهنه اللي حنا كنا صراحه محتاجين للدعم. كلمه اخيره كنبغي نشكر اشواق تي في على الاستضافه ديالها للتعاونيات موكادور، وكنشكرهم على الالتفاته ديالهم لينا. وكنبغي نوجه تحيه للجميع ولجميع المتعاونات وجميع التعاونيات في اقليم الصويره، وكنبغي نقول لهم زعما يكملوا الخدمه ديالهم ويعني يزيدوا يصبروا باش ان شاء الله يكملوا قدام. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.